عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. اسعد الله مساءكم بكل الخير. انا النهارده جايبه لكم فيديو حبايبي مختلف. النهارده يا حبايبي ما حبيتش اتكلم على نصايح ولا اتكلم على حاجه، بس موضوع استفزني قلت لازم اكلمكم عنه، لازم احكي لكم في الموضوع ده وتقولوا لي ايه رايكم. بصوا يا حبايبي، الفيديو بيبدا، تعالوا شوفوا معايا. بطلوا سفالة وقلة أدب، ده ما كانش كلام، ده كلام الإعلامية ريهام سعيد اللي بتوجه رسالة للمشككين في مرضها. ريهام سعيد من حوالي شهرين قالوا إنها تعبت وجالها بكتيريا على الأنف. البكتيريا دي دخلت من خلالها الإجراء، خضعت لعمليات جراحية، والكلام دوت ووسائل الإعلام كلها اتبدلت الخبر. وسائل الاعلام اتبدلت خبر تعب ومرض بكتيريا ريهام سعيد، واللي قال شوه وشها، واللي قال كلام كتير سمعناه جدا. بصوا بقى، انا معرفش حاجه عن ريهام سعيد انها شخصيه بتعمل خير. سبب لوصول، يعني بتوصل حالات للاطباء، هي يعني بتوصل ناس لعمل الخير، يعني مفيش حد بيعمل كده. من يومين كده نشرت ريهام سعيد انها ايه مقطع على حسابها الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي بتاعنا، فيديوهات على الانستجرام، واعلنت فيها ايه انها ربنا شفاها من المرض، مرضها كان خطير، واتشافت ايه في وقت مبكر، سبحان الله ربنا يعني يمكن ايه دعواتي استجابت. فريهام بتتحدث ان بتقول رساله، يبدو ان يعني بعض جماهيرها بيكذبوا الخبر، بيكذبوها بيقولها ان انت بتدعي المرض، فبتقول لهم بطلوا ايه سفاله وقله ادب. يعني هي مرضها كان مرض خطير، وسبحان الله ربنا شفاها شفاء سحري. فانا يعني هي بتوجه الكلمه ديت للي قال واحد من متابعينها بيقول لها انت بتتاجري بالمرض، ويمكن سبحان الله ربنا شفاها عشان الخير اللي بتعمله، عشان الحالات اللي بتدعي لها، ويمكن دعوات الناس لها. هي بتقول يعني انا بقول لها الحمد لله ان انت رجعتي للحياه الطبيعيه تاني، وهي بتقول كمان انا مش مصدقه اني راجعه من تاني لشغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس انت جميله جميله يا ريهام، والله لو ايه حتى لو من غير وش خالص، انت سبحان الله يعني جميله، انا بحبك. هي بتقول للي بيشكك في مراتها وبيقول انها بتتاجر بمراتها، هي وجهت له فيديو موجود على الانستجرام بتاعها، اللي عاوز يشوفه يروح يشوفه. وبتقول هي انا بوجه كلمه كمان معاها، بقول هي هتتاجر بمراتها اللي محتاجه فلوس، محتاجه تبرعات، ما شاء الله يعني مش محتاجه حاجه، يعني مش محتاجه حاجه، مش محتاجه انها تعمل كده. انا بقول لها الحمد لله على السلامه يا ريهام، ويا رب الفتره اللي مريتي بيها ديت وغبتي بيها وغبتي عننا تكون اجر وعافيه، وكله في ميزان حسناتك، ويا رب يتم شفاكي على خير. وهي كمان بتقول لكم انتظروني في صبايا لحد القادم، وحشتوني وحشتوني. يا رب الفيديو يعجبكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.